السلام عليكم ورحمة الله. كلنا مخاطبون بالقرآن، كلنا نجد فيه حاجتنا، يجد فيه الحكيم الحكمة، والعالم العلم، والمذنب التوبة، والمحسن الشكر. كل واحد يجد نفسه فيه، ولكن تبقى طائفة عياذا بالله ختم وطبع وران على قلوبها، ولكن هؤلاء لسنا الذين نتحدث معهم، أولئك أهل الكفر والفجور الذين لم يؤمنوا بالقرآن أصلا. أما كل من آمن بالقرآن أصلا فهو يستطيع أن يتمثل هذا القرآن في حياته، في رواحه وفي ذهابه وفي مجيئه، إن كان ذا سلطان وملك. فالله يقول: ويسألونك عن ذي القرنين، وإن كان ذا ابتلاء في مرضه، فالله عز وجل يقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإن كان نزل عليه الهم في الليل، فالله عز وجل يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإن كان مبتلا بانقطاع الذرية، فالله عز وجل يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وإن كان طالبا للعلم، فإن الله يقول: وقل ربي زدني علما. وإن كان تاجرا، فالله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإن كان والدا، فالله يقول: يوصيكم الله في أولادكم. وإن كان ولدا، فإن الله يقول: وبالوالدين إحسانا. فما بقي أحد لم يخاطب بالقرآن.